لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. أعلنت مذيعة الشباب والرياضة رندا فاروق وفاة المذيعة الكبيرة منيرة يوسف، والتي وافتها المنية اليوم، معربة عن حزنها الشديد وفاتها، ومؤكدة في تصريحات خاصة أن الراحلة كانت تعاني من المرض منذ فترة طويلة، وأن آخر منشور لها على موقع فيسبوك طالبت فيه متابعيها بالدعاء لها، مؤكدة في ذات الوقت أن خبر وفاتها صدم الكثيرين من تلامذتها ومن زملائها خلال مسيرتها الإذاعية. وتعد الإذاعية الكبيرة منيرة يوسف كبيرة مذيعات شبكة الشباب والرياضة ووالدة المذيعة الرياضية الشابة مريم سميح. وحرص أصدقاء وتلامذة الراحلة منيرة يوسف على المشاركة في دفتر عزاؤها على حسابها بموقع فيسبوك، كما أكدت رندا فاروق أن أهلها حاليا في طريقهم لتشييع جنازتها بالمقابر على طريق الفيوم. كانت منيرة يوسف مدير عام وكبيرة مذيع إذاعة الشباب والرياضة، ظهرت خلال الفترة الماضية عبر عدد من البرامج الحوارية التلفزيونية للحديث عن مسيرتها العملية. يذكر أن الراحلة حاصلة على ليسانس آداب لغة عبرية جامعة القاهرة عام 1982، كما حصلت على الدكتوراه الفخرية. وأثناء توزيع المذيعات كانت تصنيف قارئة نشرة أخبار في البرنامج العام، إلى أن رئيس الإذاعة في ذلك الوقت ألحقها بإذاعة الشباب والرياضة، وكانت البداية بعدة لقاءات ومواضيع لمجلة الشباب، ثم عدة برامج. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس.